السلام عليكم ورحمة الله. كل الجمعة طيبين. هرجع اعمل فيديوهات تاني زي ما الناس بتطلب مني كل شوية، ارجع اعمل فيديوهات تاني بتاعت الاكل والتغذية وكده، فهرجع اعمل تاني. واللي عايز فيديو او عايز يعرف اي حاجة، اي معلومة عن اي حاجة في الاكل او كده، يبقى يكتب لي في كومنت او يبعت لي مسج وهعمل له عنها الفيديو باذن الله. قبل ما نعمل اي حاجة بقى، فولو انستجرام، سبسكرايب لليوتيوب، هتلاقي اللينكين فوق الفيديو، ويلا بينا. نتكلم عن الخضار. الخضار عامة معظم الخضار بيدي الجسم بالفيتامينات كتير وكده، بس الناس كتير معلومة ناس كتير ما تعرفهاش او ما حدش بياخد باله منها، ان الخضار عبارة عن كرب. يعني الخضار من القيم الغذائية بتاعته أعلى حاجة فيه الكرب. يعني الناس اللي بتحط لنفسها نظام غذائي أو كده ويبقى نسبة الكربوهيدرات اللي بيحتاجها جسمه مثلا بياخدها، بياخد الكرب على إنه الرز أو العيش أو المكرونة أو الشوفان أو بس، لكن محدش بيحط في حسابه الخضار. الخضار كرب، يعني ما بتدخله في النظام الغذائي بتاعك. هو نعم كله بالسعرات الغذائية يعني، بس سعرات حرارية. والخضار ميزته ان السعرات الحرارية بتاعته قليلة جدا وهو مفيد جدا، فاما بتاكل منه كتير ما بيزودش معاك سعرات حرارية كتير، لكن هو كرب. يعني لما تيجي تعمل النظام الغذائي بتاعك بتحط الخضار، بتحسب بتشوفه وبتحسبه من ضمن الكرب اللي انت بتليك في اليوم. يعني خلال اليوم بيحتاج كرب قد كده، هو ده اللي بتاخده منه. وشكرا، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديوهات جديده، وما تنسوش تعملوا لي بقى فولو انستغرام، سبسكرايب بيوتيوب، اللينكين فوق. السلام عليكم.